حياكم الله مشاهدينا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامجكم الدرجة الكاملة. التوكل على الله نبراس المسلم في شؤونه كلها، لكن الأخذ بالأسباب أمر ضروري لتحقيق النجاح. فما نيل المطالب بالتمني، ومن طلب العلا سهر الليالي، ولكل مجتهد نصيب. كيف تستعد عزيزي الطالب للاختبار؟ وموضوع حلقتنا لليوم نتابع. في أيام الاختبارات وعندما يدق جرس الإنذار معلنا اقتراب موعد الحصاد، تعيش الكثير من البيوت حالة طوارئ واستنفار عام على مستوى كافة أفراد الأسرة. كما يعم الهدوء والسكون في أغلب الأماكن العامة، تخلو الشوارع من الازدحام، تنعدم المناسبات الخاصة، فالاختبارات رعب وقلق وهم يرخي ظلاله على الطالب والأسرة. فالأم تكون مشغولة بإعداد المشروبات والمأكولات ذات الطابع الخاص، والطلاب يعيشون في أجواء يسودها القلق والرعب، خاصة ليلة الاختبار. ففي تلك الليلة يندم من كان يعتمد على مبدأ التسويف والتأجيل، وفي وقت لا مكان فيه للندم والتحسر. فلو أنه تعود على المذاكرة أولا بأول من بداية العام لوجد أريحية ليلة الاختبارات، ولتخلص من سلبيات السهر وآثاره السلبية. وليت الطالب يستفيد من تجاربه السابقة والاختبارات الكثيرة التي مر بها طوال سنين حياته الدراسية، ويذاكر دروسه أولا بأول، واضع نصب عينيه القلق الذي يعيشه في ليلة الاختبار. حال الطلبة يختلف مع الاختبارات، وبالتالي تختلف استعداداتهم أيضا بناء على مستوياتهم الفكرية والثقافية والاجتماعية وغيرها. حول هذا الموضوع يسرني أن أرحب ضيوفي الأكارم، الدكتور عبد العزيز الحرة، مشرف وحدة الإرشاد الأكاديمي بكلية الآداب بجامعة الملك سعود. أهلا ومرحبا بك دكتور. حياكم الله وسهلا. وكذلك الأستاذ فهد الفهيد، مستشار ومدرب في التنمية الذاتية. ومن جانب الطلاب أرحب الطالب محمد العبسي، وكذلك الطالب عبد العزيز الدوسري. أهلا ومرحبا بكما. الله يحييك. نبدأ بالأستاذ فهد. حياك يا سيدي. التهيئة التي يحتاجها الطالب قبل الاختبارات لا شك أنها مصنفة، قد صحيح. تكون ربما ذاتية، قد تكون تهيئة اجتماعية، قد تكون تهيئة علمية بناء على المواد والمقررات التي يدرسها. كيف تصنفونها أنتم؟ طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة أولا أشكر قناة عالي حقيقة على مثل يعني اهتمام مثل هذه المواضيع. نعم. هذا جزء من التهيئة على فكرة، يعني أنك أنت الآن لما تناقش مثل هذه القضايا، الكثير من الطلاب والطالبات لدينا الآن التهيئة الإعلامية. نعم. التهيئة الإعلامية أو دور الإعلام. نعم. في التهيئة أو تهيئة الطلاب في هذا المجال. أنا ذكرت أن التهيئة لها أكثر من عنوان أو أكثر من عنصر، التهيئة العلمية، التهيئة النفسية، التهيئة حتى البيئية، التهيئة الجسدية. نعم. التهيئة العقلية. نعم. لكن دعني أختصر لك الموضوع بأن خلني أقسمها قسمين، هناك ما يسمى التهيئة الذاتية والتهيئة التي حول الذات أو حول تمر حول الطالب والطالبة. أنا أقدر أقولك 70% يجب أنك تهيئ ما حولك لك أنت، وهناك 30% يسمونها التهيئة الذاتية. لكن من يسيطر على الذات ويسيطر على ما حولك هو الذات نفسه، هو الأنا اللي هو الطالب أو الطالبة. لازم يعني تستوعب قضية أن الطالب والطالبة عندما يعني هناك يسمونها SWOT analysis، يمكن الدكتور يعرف هذا الشيء، يسمونها نقاط القوة والضعف. نقاط القوة والضعف يسمونها تحليل البيئة الداخلية والخارجية. نعم. نقاط القوة والضعف والفرص والمخاطر، يمكن الشباب معنا يعرفون يستوعبون هذا الكلام. يعني نعم. لو نعم. أنتم الآن طلاب والاختبارات على أبواب، ما عاد بقى إلا شيء بسيط يعني. ممتاز. يعني أنتم الآن هل منكم واحد أود تجاوبوني أنتم؟ مثلاً عبد العزيز صح؟ محمد. محمد. هل يوم تأملت وش نقاط القوة اللي عندكم ونقاط الضعف قبل الاختبارات؟ على حسب ال مقدم يعني ذكرت من أول ولا لا؟ أنت تقصد بالبداية. سؤال واضح. أنت أملت ذاتك. إنك هل يوم وش نقاط القوة اللي عندي؟ وش نقاط الضعف اللي فيني؟ مش في المادة فقط، مش في المادة المعينة، مش في المقرر، في ذاتك أنت، في شخصك، في شخصيتك، في شخصيتك أنت. هل عندك نقاط قوة؟ أنت شو نقاط القوة اللي فيك؟ أخي يمكن سؤال أسهل عليك، وش نقاط الضعف اللي فيك؟ دائما إحنا نعرف نقاط الضعف اللي فينا أكبر. وش أبرز عيوبك؟ أبرز عيوب يعني ممكن الحفظ عندي شوي، يعني عندك مشكلة في الحفظ. في الحفظ نعم. جيد. إذا عندك مشكلة في التذكر. أنت تعتقد ذلك؟ نعم. من اللي قالك الكلام هذا؟ من ذاتك ولا أحد؟ لا من ذاتي. نعم. أنت تشعر هذا الشيء؟ إيه نعم. وعبد العزيز انا الوقت تحس انك ما ترتب وقتك. ايه. ممتاز. نعم. الاوقات يعني صعب. حلو. اذا انت عندك مشكله في الذاكره وانت عندك مشكله في اداره الوقت. نعم. اتفقنا. اذا هذا اول خطوات العلاج،
اذا قدرنا يا انس انهم عرفوا المشكله. اي انت الان اول خطوات العلاج انا عندي مشكله الان يسمونها تحليل سوات اللي هو تحليل نقاط القوه والضعف، فهذه يسمونها التهيئه الذاتيه من خلال التعرف على نقاط القوه والضعف اللي فيني، ثم بعد ذلك يسمونها التهيئه التي حولي وهي الفرص والمخاطر اللي حولي. يعني مثلا وش اللي ممكن يسبب لك مخاطر يا محمد حولك قبل الاختبارات؟ وش تتوقع أن يأثر على نتائجك في الاختبار من الناس اللي حولك؟ منهم اعترف، يعني أنا ودي تصير صريح معي. أبرز ناس ممكن يأثرون عليك سلبا أصحاب، يعني أصحابك صح؟ أصدقائك تقدر تحددهم لي فلان وفلان وفلان بينك وبين نفسك صح؟ إينا. تقدر تقول فلان هذا يأثر علي فلان هذا يأثر علي. وأنت يا عبد العزيز وش خلها بعكسية، طيب إيجابية، ومن الناس اللي ممكن يدعمونك أو الفرصة اللي حولك لو فكرت فيها ممكن تدعمك في الاختبارات؟ مثل المعلمين، المعلم نفسه أحسنت، إذا المعلم تعتبر بيئة خارجية مؤثرة عليك إنه يدعمك. نعم. الإعلام كذلك، يعني أنا متابعتك حلقة اليوم، إذا أحد من الطلاب الآن يتابعنا في الحلقة أنا أبصم بالعشرة مشاهدة الحلقة هذه راح تغير بكثير من القضايا اللي تدور حولها. هاي يسمونها سوات أناليسيز، يعني حللت نقاط الضعف اللي فيك، نقاط القوة اللي فيك، الفرص اللي قدامك، المخاطر اللي حولك، فبالتالي أنت استطعت أنك تضعها. نتمنى طبعاً أنه لا شك أن يتم تغيير حتى أساليب المشاهدين وتهيئتهم. دكتور، اهتمام الطلبة لا شك بالمعلمين ودورهم في تهيئة الطالب ليست فقط العلمية بل قد تكون تهيئة نفسية. نعم. كثيرا ما نجد أن المعلم أحيانا يهيئ الطالب نفسيا بشكل سلبي جدا. نعم. جدا التحذير من الاختبار والتهديد مثلا والوعيد قد لا يجدي نفعا، بالعكس قد يؤثر سلبا على الطالب. كيف تجد ذلك أيها المرشد الأكاديمي؟ نعم، لازلت تركز على الأريحية عند الدكتور للطلاب. أنا نعم. أريد أن الدكتور ينزل في مستواه الاجتماعي والنفسي لطلابه يحتضنهم. بالنسبة لي أنا أحاول مع الطلاب في بداية الدراسة أقول لهم الاختبار ليس هو الحد أو العلاقة اللي بيني وبينكم، العلاقة اللي بيني وبينكم أكبر من هذا. الاختبار ما هو إلا للتوثيق ولقياس التحصيل العلمي، لا تركزوا عليه. نعم. ركز على المعلومة على العلم وعلى المحاضرة، وأقول طرف في المحاضرة أقول طرف حتى أكسب الطلاب. فالحمد لله ما أن تكسر هذا الحاجز الوهمي بينك وبين الطلاب في رهبة الاختبار، خلاص الطالب يتقبل المادة ولا لا يا طلاب؟ ويبدأ هو يشجع ويبدأ هو يسأل. الطلاب عندي أحمد ربي واشكره، خليهم يسألون ويشاركون. أعطيك مثال، أنا مثل ما قلت في حلقة سابقة أني أدرس مادة اسمها نظريات في التنمية والتخطيط الإقليمي. هذه مادة صعبة ماجستير ومادة تعتبر صعبة. فأنا والله الحمد أضع معيار أو مقياس على أني أصل في نهاية في بداية الفصل الدراسي، هي صعبة النظريات، أصل معهم في نهاية الفصل الدراسي إلى أن ينتقد النظرية. نعم. تمام؟ نعم. الفصل هذا والله الحمد في شهر وصلوا طلابي، اثنين من الطلاب وصلوا إلى نقد النظرية بعد شهر. قلت لهم وقفت، قفلت الكتاب اللي كان معنا يتحدث عن بعض النظريات، قلت في أمالها يا شباب خلاص أنا ما أحتاج أني أدرس بعد كذا، تعالوا اختبار النهائي واختبروا. قالوا لماذا؟ قلت خلاص أنتم وصلتوا لنقد النظرية، أنا هذا أوصل التارجت حق اللي عندي، أوصل في نهاية الفصل الدراسي. قال لا لا لا، اجلس اجلس، نحن نريد أن نكمل. فأنت انزل لمستواهم واحتضنهم، دلل الصعوبات، لا تجعل الاختبار هو الاساس بينك وبينهم. للاسف هذا جانب من اعضاء التدريس، جانب الاخر السلبي اللي قلت عليه قبل شو تساله، هناك جانب سلبي. اي نعم، يثبط يحبط يهدد يتهكم يسخر من الطلاب، هذا ما نريده في جامعاتنا. نعم. لان طلابنا الان اذا تخرجوا وهم تخرجوا بنفسيه معتدين بانفسهم واثقين من من, نعم. من انفسهم، رحابه صدر عنده، افق مطلع، مثقف، قادر يتخذ قرار. هو دكتور التهكم والسخرية وغيرها هي أخطاء لا شك لأحد، لكن منهم من يتبع أسلوب التهديد من باب أن يستعد الطالب بشكل أكبر. هذا سلبي، هذا سلبي بالعكس، هو يأتي بنتيجة عكسية، تجد سلبي. نعم، تجد نتيجة عكسية. أنا ما كنت في معلش يهدد بإيش؟ بس أنا ممكن أسأل كيف يهدد؟ يعني بأسئلة الاختبارات، يعني بصعوبتها، لأن لازم تستعد. أي نعم نعم، وبالتالي هو أصلا من هذا التهديد هو ما يقصده أن يستعد الطالب بشكل أكبر. ليس من حقه طبعا أن الدكتور في الجامعة يقول والله ترى يجب أنكم تهتمون بالأسئلة، وترى الأسئلة مرتبة بطريقة 1-2-3-4، ليس ترهيبا بل أنه يجب أن الطالب يستعد. لدينا عندنا ممكن الدكتور يشارك هذا الشيء بالضبط. أنا بودي أن أنت سؤالك طبعا للدكتور مش لي أنا أعطيك حالة. أنا كنت بس هو ترى طبعا يبدو أنه يؤيد فكرة التهديد. لا أنا أقصد دكتور أنك يعني لماذا حتى لو الدكتور والله قال الطلاب عنده يجب أنكم تستعدون، هذا جزء لنا عند أحيانا قد يكون الطلاب عندهم تساهل، لذلك أحيانا الدكتور يضطر أنه
يستخدم لغة إلى التهديد. نعم. يعني أنا أعطيك مثال. عندي حالة، أنا كنت وكيل وثم عميد في كلية العلوم والدراسة الثانية في الغاط، اتصل علي مدير متابعة. نعم. قال عندك محاضر فلان يشتكي من أحد الطلاب أنه يثبطهم في المحاضرة. فاستدعيت المحاضر حققت معاه، قال لي لا أنا أقول لهم بعض الكلمات المشجعة مثل أنتم لابد أن تجتهدون ولا ما تنجحون. تمام. وهذا هو فهمها هو الطالب فهمها أن هذا تثبيط. نعم. تمام. نعم. فقلت أرجوك لا تجعل مثل هالأمور مبهمة مغلفة، أرجو أن توضح قصدك حتى لا يفهم. لكن الطالب الله هديه ما جاء الوكيل العميل. نعم. ذهب للمتابعة، قد يكون هو يعرف مدير المتابعة، قد يكون هو جار، قد يكون صديق وكن يعرفه. لا خطأ، لا تذهب المتابعة، تعال عميد الكلية أو وكيل الكلية أو تعال الدكتور ثاني بينك وبين أريحية، هو ينقل لنا هذا الأمر. جي. صحيح. أنا بودي أن أخذ أراء الطلاب أيضا في هذا الاستطلاع. مشاهدينا الأعزاء نتابع وإياكم. والله هي الأول وأخيرا المحافظة على الصلوات بكاملها والتصدق، إن كل ما تصدقت كل ما كان الله فرج لك همومك، ويعني يكون عندي دائم تنظيم الوقت في المذاكرة. والله ما في عادات أمارسها في الاختبار، بس أكثر شيء لازم يكون البيت هادي، أنوم النهار إذا جاء آخر الليل المذاكرة. والله أنا قد سمعت عن السكريات زي كذا إنها تقوي الذاكرة وزي كذا، فأحاول أكل الشوكولاتة وزي كذا يعني قهوة كافيين، بس هذا اللي يعني قبل الاختبار. لا والله عادة أهم شيء بس إنه أنام كويس، هو أهم شيء عندي، لأنه تعرف عدد ساعات الجامعة عدد كبير، وقت كبير يعني تقريبا من الساعة 8 للساعة 5، وأهم شيء عندي أنه أنام كويس عشان أقدر أحضر الاختبار وبالي مع الاختبار. والله في بداية الاختبار في البداية أقرأ موضوع وأبدأ في تلخيصه، بعد التلخيص أطلع زبدة الموضوع يعني في وفي النهاية عاد أحفظ التلخيص والكلام اللي طلعته. طريقتي أنا في البداية ألف هلف على طول، أشوفها كلها مثل أقرأها قراية، بعدها أرجع وراء وأقرأها بالتفصيل. يلخص المادة على ورق سؤال وجوابه، وأبدأ عاد أذاكرها، عاد تصير مرتبة قدامي السؤال والجواب، تقريبا ألخصها في صفحتين ثلاثة. والله عادة أتبع أنا أسلوب التخطيط، يعني أقرأ المذكرة أول شيء وبعدين أطلع وش المهم وأكتبه في ورقة خارجية وبعد كده نذاكره لوحده. والله أحب دائما أذاكر على انفراد، وفي مواد يكون أفضل فيها الكتابة والتلخيص مع الخريطة الذهنية، وفي مواد لا أفضل تكون قراءة مع مراجعات في فترة وفترة. هذا التفاوت في عادات الطلاب وكذلك بين أساليب دراستهم. دكتور عبد العزيز كان لك تعليق على أول طالب واللي من عاداته أنه يحافظ على صلاة الفجر في أيام الاختبارات. أنا تجد ذلك خطأ يعني؟ لا أتمنى أنه في كل الأيام ليس في وقت الاختبارات، لكن العلماء اكتشفوا في العصر الحديث أن هناك غاز ينتشر في الساعات الصبح الأولى يبعث الحيوي النشاط لما كان مستيقظا. يا سلام. فهذا هو يستفيد منه. نعم. فهذا اللي هو يرى في نفسه النشاط الحيوية من هذا الغاز. أستاذ فهد، صلاة الفجر من التهيئة النفسية. هذا شيء طبيعي. يعني من التهيئة النفسية، ليس من التهيئة النفسية. دعوة والدينك يسمونها، خلنا نقول ارتباط بالله سبحانه وتعالى. ترى دائما كلما كنت مستقر نفسيا. هناك الكثير من العادات طبعا، حتى العبادات طبعا لا شك يحفظ الله يحفظك. أكيد. والأصل أن الحفاظ على صلاة الفجر ليس فقط في وقت الاختبارات، بل في كامل الأوقات. نعم. يعني لو تأملوا الشباب الآن معي. زين. تأملوا يا شباب. ونحن مدعوون للتأمل. احنا نتكلم عن الشباب فقط، اما الشباب خليهم على جنب دكتور. احنا نتأمل احنا بعد ودكنا. جميل. انت تلاحظ الآن نفسك الآن، هل انت تتنفس بشكل طبيعي ولا متسارع؟ نعم. ايش رايكم يا شباب؟ صراحة أول مرة، فعشان كذا يكون حتى وأنت في الدوام أو في العمل أو في البيت. لا طبيعي يعني. تشعر أنك إيادي. يعني سبحان الله العظيم، حنا لو تلاحظ أنت، لو أنا ممكن أسويك تمرين بس ما الوقت ما يكفي هنا، لو تاخذ نفس عميق، وأنا أتمنى حتى المشاهدين الكرام الآن عبر الشاشة. نعم. خذ نفس عميق واكتم النفس، بتشعر أن في شيء في جسمك تغير. هناك الكثير من العادات الخطأ عندنا نظرا لتسارع التقنية عندنا، تسارع الزمن، تجد أنك تتكلم بشكل سريع، تتنفس بشكل سريع، تأكل بشكل سريع، كل هذه الأشياء لأننا نسابق الزمن.
فحنا لو تأملنا وقدرنا العادات العبادية سبحان الله العظيم أو خلنا نسميها العبادة فيها مجموعة من التصرفات والسلوكيات قد تكون مناسبة للبشرية. فالسجود أحيانا يساعد كثيرا على إخراج كثير من بعض خلنا نسميها الكيميائية ما أدري شو يسمونها لكنها داخليا تخرج ثاني أكسيد الكربون وبعض الأشياء الداخل الغازات الضارة عموما بشكل أكبر منها عن الطريقة القائمة. فخروجها تعطيك قدرة على التنفس بشكل سليم. جي. هذا السجود مثلا كلمة لا إله إلا الله. نعم. لو تلاحظون أنها كلها عبارة إخراج من الجوف لكثير من التنفس. نربطه بالاختبارات. الاختبار هنا أنك أنت كلما قربت من الله سبحانه وتعالى أديت كثير من أداء السلوكيات كالاستغفار والدعاء وإلى آخره كان هناك عادات داخلية في داخلك تكون مناسبة في أنك تستذكر بشكل جيد. نعم. هذا التهيئة الدينية أو صعب التهيئة العبادية في الاختبارات. جيد. هناك ما يسمى خلينا ندخل في أكثر من تهيئة. حنيجي ما السبب في انتشار الثقافة الاجتماعية لدى الناس عن أن الاختبارات هي حالة طوارئ؟ إحنا نسمونها إدارة الأزمة. كل قضايانا تلقاها أزمة. إذا صارت عندنا مشكلة فبالتالي نتخذ فيها القرار. فاللي أريده أنت لما قلت ثقافة الطوارئ طبعا مو عيب. نعم. جميل انه والله عندنا مشكله الان او رتب جدولي اني والله لكن وقت الازمه هنا هي تقصر وتطول وفقا لايش وفقا لثقافه المجتمع. تلقى الاب الذكي للعائله الذكيه تعطي فرصه مثلا شهر كامل قبل الاختبارات للتهيئه لهذا الشيء. احسنت وهذه ما في انقطاع مباشر. نعم. والله انت ما يجوك مباشره بكره اختبارك يقطعون عنك التلفزيون يقطعون عنك الانترنت يسحبون منك الجوالات وبلاك بيري والواتساب والخدمات اللي قد تقدم احيانا يستخدمونها الشباب. لا اعطى فرصه انه ينتقل من 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 اللهو صح التعبير في حياته في مجال التعليمي الى ان ينتقل الى الاختبارات. ممتاز. خليني اعطيك مجموعه من لو لاحظت التقرير ساتركك تعطيني لكن بعد فاصل قصير ان اذنت لنا استاذ فهد وكذلك دكتورنا وطلبتنا الاعزاء والمشاهدين نستاذنكم جميعا في فاصل بعده نواصل.